السلام عليكم اخواني واخواتي. خلينا اليوم نشوف، هحاول ارسم لكم رسمة بس انا ماني عارفة هي ايش حتطلع في النهاية. نشوف مع بعض ايش رح يطلع معانا ونقرر. هنحتاج فرش، حطيت ميكس الوان، كل الالوان اللي عندي حطيتها، وقلت رح اقعد اتخيل واشوف ايش اللي رح يطلع معايا في النهاية ان شاء الله. خلينا نبدأ.
Thank you.
الله يكون الديك نال على إعجابكم، إن شاء الله يكون عجبكم. ما أدري، أنا كنت برسم صراحة منظر طبيعي، بس في النهاية تخيلت الديك قدامي وقلت أرسمه.